الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير كنا دخل علينا زكريا المحراب رجل عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا إن ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم اهدنا فيمن